فاتت وكانت الأنباء الفرنسية فرانس بيرس أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليو ميسي سوف يلعب الموسم المقبل في السعودية بموج صفقة استثنائية وضخمة. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن المفاوضات قوله أن صفقة ميسي تمت وسوف يلعب في السعودية في الموسم المقبل. ومن جهة أفاد نادي فرنسي باريس سان جيرمان أن عقد بطل العالم بالغ 35 عاما لازال ساريا حتى 30 حزيران يونيو المقبل. وقال المصدر الثاني في باريس سان جيرمان لو كان النادي يريد تجديد عقد ميسي لفعل ذلك في وقت مبكر كما فعل مع مبابي. وكان نادي باريس سان جيرمان قد قرر إيقاف ميسي لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات عقب سفره إلى السعودية دون حصول إذن من النادي الفرنسي. ويذكر أن النجم الأرجنتيني ميسي كان قد قدم اعتذار على ما فعله عبر الفيديو عقب عودته من السعودية قبل أن يعود ميسي إلى التدريبات بشكل انفرادي أمس الاثنين.